بسم الله، هنكمل شرح آخر درس في وحدة التيار الكهربي. تعالوا نتكلم على قانون أوم. إيه قانون أوم ده؟ دلوقتي اتكلمنا إن احنا بيبقى عندنا تيار كهربي بيمر في دايرة، ففي واحد قاعد يجرب شوية حاجات، عمل إيه؟ قام جايب بطارية وقام موصلها بساق نحاسي، وقام حاطط هنا اميتر اللي اتفقنا ان هو بيقيس شدة التيار، وقام موصل بطرف البطارية تاني، فلقى ان الاميتر ده بيقيس وليكن 5 امبير. طيب لما كان حاطط هنا وليكن بطارية فرق الجهد بتاعها 5 فولت، طب قام شايل البطارية دي وقام حاطط بطارية تانية 10 فولت، فلاحظ ان قراية الامبير اتغيرت وزادت هي كمان ووصلت وليكن 10 امبير. طيب قام مقللها 2 فولت، فلقى ان شدة التيار كمان بتقل، وبالتالي قام قايل ان انا يا جماعة استنتجت حاجة جديدة وهسمي القانون على اسمي. ايه هو اللي عمل كده؟ كان اسمه اوم. فقانون اوم بيقول ان شدة التيار الكهربي اللي بتمر خلال سلك معين بتتناسب طرديا مع فرق الجهد بين طرفيه، يعني عليت فرق الجهد هتزود شدة التيار اللي ماشي في الدايرة، قللت فرق الجهد هتقلل شدة التيار اللي ماشي في الدايرة. يسكت لغاية كده؟ لا، كمل لعب. عمل ايه؟ قام شايل ساق النحاس دي اللي هي موصلة جيدا للكهرباء، وقام حاطط ساق او قطعة من الزجاج، وقام مجرب عليها نفس التجربة، فلاحظ حاجة مختلفة. لما حط البطارية الـ2 فولت بدل ما كان بتديله 2 امبير مع الساق النحاس، اديت له 1 امبير بس مع الزجاج. طب على الفولت لقى ان الامبير بيعلى ولكن مش بنفس المقدار، على الفولت فلقى ان الامبير بيعلى ولكن بمقدار اقل، فاستنتج ان كل مادة بتقاوم التيار او بتعيقه بطريقة مختلفة. هو معناها ايه؟ ان انا لما حطيت 10 فولت وكنت حاطط ساق نحاس كان الاميتر قاريلي 10 امبير، ان عدى 10 شحنات كل ثانية، ولما شلت الساق النحاس وحطيت ساق زجاجي عدالي 7 شحنات بس كل ثانية اللي هي 7 امبير. فافهم من كده ايه؟ ان الزجاج ده عمل اعاقة لشوية من الشحنات، فالاعاقة ديت اللي سماها المقاومة. يبقى ايه هي المقاومة؟ هي قياس مدى قوة اعاقة الشيء او المادة للتيار الكهربي الناتج عن فرق جهد. طب بنقيس المقاومة دي ازاي؟ زي ما عمل كده، بتوصل فرق جهد للموصل اللي انت عايز تقيس المقاومة بتاعته، وتقسم فرق الجهد اللي انت موصله على شدة التيار اللي هتطلع لك، فهي دي مقاومة الموصل. طب المقاومة بتتقاس بايه؟ يا اما بفولت على امبير، يا اما الراجل اللي قاعد يشتغل كل ده هنفتكره ونسمي الوحدة على اسمه، وحدة الأوم. بتتكتب ازاي؟ زي المصباح كده. فالواحد أوم دوت هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن مقاومة موصل بيمر فيه تيار شدته 1 امبير لما يكون فرق الجهد مقداره 1 فولت. طيب هل مقاومة الموصل بتعتمد على فرق الجهد وشدة التيار؟ يعني لو انا زودت فرق الجهد هتزيد المقاومة او هتقل؟ فده مش صحيح. أمال المقاومة الموصل بتعتمد على إيه؟ بتعتمد على الخواص الفيزيائية بتاعته، زي مين لو فاكرين؟ برافو، المكثف. فالمكثف ما كانش بيعتمد على الدلتا في ولا الكيو، ولكن كان بيعتمد على المساحة بتاعت سطح الصفحتين والحاجات اللي قلناها. طيب تعالوا نشوف العوامل اللي بتأثر على مقاومة الموصل. يعني أنا لو جبت بطارية وحطيت فيها ساق من النحاس عاملة كده،
وقست شدة التيار. طيب تعالوا نشوف لو أنا زودت الطول بتاع الساق دي، يا ترى ايه اللي هيحصل لشدة التيار؟ فهنلاقيها بتقل، يعني المقاومة زادت. ليه؟ تخيل ان في هنا جسيمات بتعيق التيار اللي هيمشي، فبدل ما كان هيحصل له اعاقة في الجزء ده بس، ده انت زودت المسافة اللي هتفضل تعيقه، وبالتالي هتقلل التيار اللي طالع منه، فزودت المقاومة. فأول حاجة بتعتمد عليها مقاومة الموصل هي الطول، كل ما زودت الطول كل ما زادت المقاومة، فالعلاقة بينهم علاقة طردية. طب تاني حاجة، لو أنا شلت الساق دي، بدل ما هي رفيعة أو بدل ما هي كانت بالتخن اللي فات خليتها أرفع، تتوقعوا المقاومة اللي هيقابلها التيار هتكون أقل ولا أكبر؟ بالظبط، أكيد هتكون أكبر. ليه؟ تخيل إن أنت بدل ما كنت ماشي في شارع كبير فهتقدر تمشي براحتك حتى لو في زحمة شوية، تخيل جبتك في شارع صغير بس وفي هنا جسيمات، فأكيد هتتعرض لإعاقة أكبر. فكل ما قلت مساحة مقطع الموصل، يعني السلك لو تخين فهتبقى مقاومته أقل، السلك لو رفيع هتبقى مقاومته أعلى، دي مساحة المقطع. فمساحة المقطع العرضي العلاقة عكسية، بتزيد المقاومة كل ما قلت المساحة. طب تالت حاجة، تعالوا نشوف لو أنا جبت موصلين ليهم نفس الطول ونفس مساحة المقطع العرضي، ولكن واحد درجة حرارته 10 سليزيوس واحد درجة حرارته 50 سليزيوس، هل الاتنين هيعيقوا التيار بنفس المقدار؟ فبنقول لا. ليه؟ هو درجة الحرارة ديت دليل على ايه؟ على طاقة الجسيمات اللي جوه الموصل، فأكيد اللي درجة حرارته كبيرة ده الجسيمات اللي جوه بتتحرك بطاقة أكبر ومهيبرة أكتر، وبالتالي الشحنات لما تيجي تخش هتلاقي ضرب أكتر أو هتلاقي إعاقة أكبر، فأكيد هتلاقي مقاومة أكبر. فدرجة الحرارة المقاومة بتزيد كل ما زادت درجة الحرارة، فالعلاقة ما بينهم طردية. طب لو أنا جبت موصلين ليهم نفس الحرارة وليهم نفس الطول ونفس مساحة المقطع، هل المقاومة بتاعتهم هتكون هي هيها؟ فالعلماء جربوا كذا مادة وشافوا لا، إن كل مادة ليها مقاومة مختلفة، فآخر حاجة بتعتمد عليها المقاومة هي نوع المادة. فلو انت ثبتت الطول والمساحة ودرجة الحرارة، المقاومة برضو هتختلف على حسب المادة، وقاموا مرتبينها بالترتيب ده، الفضة أقلهم مقاومة والبلاتين أعلاهم مقاومة. طيب فخلي بالكو مقاومة الموصل ثابتة، يعني مقاومة الموصل لا تعتمد على التغير في فرق الجهد. طب انت لما بتغير فرق الجهد ايه اللي بيحصل؟ شدة التيار بتزيد بنفس المقدار، فبحافظ على الار ثابتة، فلا تتغير مقاومة الموصل بتغير مقدار او اتجاه فرق الجهد، اي ان نسبة فرق الجهد لشدة التيار دايما ثابتة. فاي موصل المقاومة بتاعته ثابتة، يعني ما بيعتمدش على فرق الجهد، بقدر اطبق عليه قانون اوم. طب هل في حاجات المقاومة بتاعتها بتتغير لما بغير الدلتا في؟ في الأجهزة اللي احنا بنستخدمها في حاجات اسمها ترانزستورز أو دايودز، الحاجات دي لما بتغير فرق الجهد بتتغير مقاومتها، وبالتالي ما بقدرش أطبق عليها قانون أوم. طيب انت دلوقتي في البيت وعايز تشغل التلفزيون وتشحن الموبايل وتشغل كذا جهاز تاني، هل كل جهاز من دول بيشتغل بنفس شدة التيار؟ أكيد لأ، التلفزيون بيبقى عايز تيار، الموبايل عايز تيار اقل، الميكرويف عايز تيار اكبر، وهكذا. فازاي اتحكم في شدة التيار اللي داخله لكل جهاز عشان يشتغل كويس وما يتحرقش مني او ما يشتغلش بكفاءة كويسة؟ فمن القانون بنقول ان الاي بتساوي دلتا في على ار،
فأنا عندي طريقتين إن أنا أتحكم في شدة التيار، يا إما عن طريق فرق الجهد علاقة طردية، فكل ما زودت فرق الجهد أزود شدة التيار والعكس، يا إما عن طريق المقاومة علاقة عكسية، كل ما زودت المقاومة كل ما هتقل شدة التيار والعكس، أو عن طريق الاتنين. يعني زي إيه؟ لو أنا عندي دايرة زي ديت، عندي بطارية 6 فولت والأميتر أرالي إن شدة التيار في الدايرة 2 من 10 وحاطط مقاومة 30 أوم. لو أنا عايز أقلل شدة التيار دي للنص هعمل إيه؟ فقلنا عندي طريقتين، يا إما هقلل الدلتا في للنص فهجيب بطارية 3 فولت مع نفس المقاومة الموجودة هلاقي إن شدة التيار قلت للنص، يا إما هسيب البطارية زي ما هي وهبدأ أزود المقاومة للضعف فهلاقي إن شدة التيار قلت للنص برضه. طيب، فعشان كده بنقول كل جهاز بيجي معاه الفيشة بتاعته، أو مثلا الشاحن بيبقى فيه حاجة كده كبيرة بتحطها في الفيشة اللي هو الشاحن نفسه، فده بيبقى عبارة عن إيه؟ كل جهاز بيبقى ليه مقاوم. إيه المقاوم ده؟ جهاز مصمم عشان يكون ليه مقاومة معينة فينتج انخفاض أكبر في الجهد وأقدر أتحكم في التيار. يعني أنت دلوقتي شركة الكهرباء بتدينا فرق جهد ثابت، فأنت دلوقتي في البيت ما قدامكش اختيار، لو انت عايز تشغل التلفزيون وتشغل الموبايل وتسخن حاجة، فيا اما هتقول لشركة الكهرباء معلش قللوا لي الدلتا في شوية عشان عايز تيار اقل، فيقللوا الدلتا في عن البلد كلها عشان سيادتك عايز تشحن الموبايل، وده طبعا مش منطقي. فالتحكم الوحيد بالنسبة لك بيكون ايه؟ بيكون عن طريق المقاومة، ان كل جهاز بتحط قبليه مقاومة، ففرق الجهد اللي جاي ده هيلاقي مقاومة اكبر فيعدي لي شدة التيار اقل، او يلاقي مقاومة اقل فيعدي لي شدة التيار اكبر، على حسب كل جهاز وشدة التيار اللي عايزها. طيب، هل في اجهزة بتحتاج ان انا تشتغل بكذا مقاومة؟ زي ايه؟ زي الخلاط. الخلاط مثلا بيبقى فيه كذا سرعة، فايه اللي بيحصل؟ الخلاط ده عشان يشتغل ويلف فمحتاج شحنات كهربية، فأكيد كل ما اديت له شحنات كهربية أكتر كل ما سرعة الدوران بتاعته هتبقى أكبر. يعني إيه؟ يعني أنت لما بتشغله على السرعة 1 إيه اللي بيحصل؟ بتروح كمية شحنات تخليه يلف بسرعة معينة. طب لما أنت بتزود السرعة تخليها 2 إيه اللي بيحصل؟ بتزود الشحنات اللي واصلاله. بتزود الشحنات عن طريق إيه؟ إن أنت بتقلل المقاومة. طب لو انت عايز تبطأ تاني فهتزود المقاومة فهتقلل الشحنات فالسرعة هتقل. فعشان كده ما بينفعش استخدم زي التلفزيون والشاحن حاجة ليها مقاومة ثابتة في الجهاز ده، امال بستخدم ايه؟ حاجة اسمها المقاومة المتغيرة او الريوستات او مجزء الجهد. ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن مقاومة عادية جدا، ولكن في حاجة اسمها نقطة اتصال منزلقة. يعني بدل ما كنت برسم الدايرة كده، لو انا مثلا الخلاط اهو، وبدل ما كان فيه مقاومة كده مقاومة ثابتة، فلا انا عايز اتحكم في المقاومة، فاعمل ايه؟ هنعمل لها حاجة زي سوستة كده، او حاجة زي مفتاح بيقدر يتحكم لي في مقدار المقاومة في الدايرة. فتخيلوا مثلا لو انا عايز اسرع الخلاط ده هعمل ايه؟ فعايز اقلل المقاومة، واتفقنا ان طول المقاومة بيتناسب مع المقاومة، طول السلك بيتناسب مع المقاومة، فعايز اقلل المقاومة، فعايز اقلل طول السلك اللي داخل معايا في الدايرة. فهحرك النقطة دي ازاي؟ هحركها هنا، فالجزء اللي داخل من المقاومة معايا في الدايرة جزء صغير، وبالتالي المقاومة قلت، وبالتالي شدة التيار زادت فيشتغل بسرعة. طب عايز أقلل السرعة فعامل ايه؟ هزود المقاومة، فأحط نقطة الاتصال دي على أول المقاومة فدخل معايا جزء كبير، وبالتالي المقاومة زادت، وبالتالي شدة التيار قلت، وبالتالي السرعة هتقل.
فبنقول يؤدي تحريك نقطة الاتصال دي لمواضع متعددة عبر الملف لتغيير طول السلك في الدائرة، وبالتالي بغير قيمة المقاومة. فبذلك يمكن التحكم في السرعة في بعض المحركات من سرعة كبيرة عن طريق ان انا بقلل طول السلك فبقلل المقاومة، الى سرعة اقل بالعكس. طيب، ففي ربط كده ما بين الجسم البشري والمقاومة المتغيرة، فبنقول ان الجسم البشري بيعمل كمقاومة متغيرة. ازاي؟ بنقول ان الجلد الجاف بتاعك ده بيبقى مقاومته عالية، وبالتالي بيقلل التيار الناتج عن فولتية مرتفعة. يعني لو لا قدر الله ان انت لمست فيها حاجة فيها كهرباء والجلد بتاعك جاف، يعني ما فيش عليه مية، فالجلد من نفسه بيقاوم التيار، فمش هتحس بتيار كبير جواك، فمش هتحس بصدمة كهربية. طيب، الجلد الرطب ده يعني فيه مية، والمية دي موصلة، فمعنى الجلد ان انت حطيت عليه مية، يعني حاجة توصيلتها اكبر، فمعنى كده ان الجلد بقى موصل او بقت مقاومته منخفضة، فده ممكن يوصل التيار اللي بيوصل لك في جسمك لمستويات عالية، فلا قدر الله ممكن يأذيك. عايز تعرف او نقرب كده الفكرة بتاعت شدة التيار الكهربي اللي بتوصل للجسم بتأثر عليه ازاي، فهو جايب لنا شوية امثلة. زي ايه؟ بيقول لك شدة التيار الواحد ملي امبير، لو انت لمست حاجة وحصل سريان في جسمك شدة التيار وصل لواحد ملي امبير، فده اللي بيسبب احساس بصدمة بسيطة. لو شدة التيار اللي حصل لها سريان في جسمك وصلت لخمستاشر ملي امبير، فده بيؤدي لفقدان التحكم في العضلات. فبتشوف كده لما واحد بيتكهرب ايه اللي بيحصل، هو ليه ما بيشيلش ايده من الكهرباء ويبعد فيبطل الكهرب؟ لان هو بيفقد التحكم في العضلات. احنا زي ما شفنا في درس العين ودرس الاذن الصوت والضوء، كنا بنقول ان اخر حاجة بتوصل للمخ عن طريق العصب هي اشارات كهربية. فالجسم بتاعنا شغال بالكهرباء، فانت لما بيبدأ يسري جواك شدة التيار اعلى، فبيقول للمخ خلاص خليك انت، انا اللي هدي الكهرباء للجسم، وبالتالي انت بتفقد التحكم في عضلاتك، فما بتبقاش قادر ان انت تشيل ايدك من الكهرباء وتبعد عنها. طيب، لو وصل سريان الكهرباء ل 100 ملي امبير، لا قدر الله بتصل الى الوفاة. طيب، عندنا نوعين من توصيل الدوائر. قلنا التوصيل على التوالي، ان لما يكون التيار قدامه مسار واحد بس ان هو يتدفق في الدائرة، زي الدائرة دي كده، طلع من البطارية مشى في مسار واحد ورجع البطارية تاني. في التوصيل على التوالي عايزك تكون عارف ان شدة التيار بتكون ثابتة، وبالتالي لو انت عايز تقيس شدة التيار اللي معدية في مصباح هتحط معاها الاميتر على التوالي. ليه؟ لان شدة التيار اللي داخل المصباح وخارجة منه هي هيها اللي هتدخل الاميتر وتخرج منه، وبالتالي قراية الاميتر هتكون معبرة عن شدة التيار اللي ماشية في المصباح. فعشان تقيس التيار عبر عنصر بوصل اميتر معاها التوالي. طب التوصيل على التوازي، لما يكون للتيار قدامه مسارين او اكتر يتدفق فيهم، فالتيار طلع هنا لقى قدامه سكتين، فدول كده متوصلين على التوازي. التوصيل على التوازي ايه اللي بيكون ثابت فيه؟ فرق الجهد. فعشان كده لو عايز تقيس فرق الجهد عبر عنصر معين بتوصل فولتميتر معاه على التوازي. ليه؟ انت دلوقتي الشحنات طلعالك بطاقة معينة من هنا، وبالتالي ليها نفس الطاقة هنا، فالفولتميتر ده بيعمل ايه؟ بياخد قراية من هنا، فبيقيس جهد الشحنات هنا. بعد كده التيار بيعدي جوه مقاومة، فأكيد طاقته بتقل، فالفولتميتر بياخد القراية هنا ويطرح الاتنين دول، فيجيب لي فرق الجهد اللي حصل عبر المقاومة دي. فعشان كده بوصل الفولتميتر مع العنصر اللي انا عايز اقيس فرق الجهد عليه على التوازي. طيب، تاني درس في الوحدة الاخيرة بيتكلم على استخدام الطاقة الكهربية. زي ما اتكلمنا قلنا اي دايرة بيبقى فيها
مصدر للطاقة اللي هو البطارية، والجزء التاني ان بيبقى فيه جهاز بياخد الطاقة اللي اخدتها الشحنات دي من البطارية واستخدمه كطاقة مفيدة، سواء مثلا لو لمبة هتنور لي فبتحول الطاقة الكهربية لطاقة ضوئية وهكذا. طيب هل كل الطاقة الكهربية اللي بتاخدها الأجهزة بتحولها كلها لطاقة مفيدة بقدر استفاد منها؟ فبنقول لا. اشمعنى؟ لما انت بتيجي مثلا تشحن الموبايل او بتشتغل على اللابتوب شوية، مش اللابتوب مثلا بيسخن، او الموبايل وهو على الشاحن بيسخن، او الشاح او الموبايل لما بتلعب بيه بيسخن. السخونة ديت معناها ايه؟ معناها ان جسيمات المادة ديت اخدت طاقة وبالتالي بدأت تهتز بشكل اكبر وارتفعت درجة حرارتها. طب الطاقة اللي هي اخدتها دي اخدتها منين؟ اخدتها من الطاقة الكهربية. فافهم من كده ان اللابتوب مثلا المفروض بياخد الطاقة الكهربية وبيحولها لطاقة ضوئية عشان اقدر اشوف ويشغل الجهاز وحاجات تانية. طيب لما هو يسخن او الموبايل يسخن، فمعنى كده ان انا فقدت جزء من الطاقة الكهربية اللي واصله له في صورة طاقة انا مش عايزها. عشان كده بنقول بتحول الاجهزة الطاقة الكهربية لاشكال اخرى من الطاقة، ولكن مش كل الطاقة دي بتتحول لطاقة مفيدة، لأن معظم الأجهزة بتسخن ولذلك يتم فقد جزء من الطاقة في صورة طاقة حرارية. ليه بقى الجهاز بيسخن؟ لأن لما بيمر التيار، احنا قلنا كل جهاز من دول بيبقى في جواه أو في الفيشة بتاعته مقاومة. ليه؟ عشان تقلل التيار اللي جاي للبيت من شركة الكهرباء للتيار اللي يقدر يستحمله الجهاز ده. فالتيار لما بيمر في المقاومة ايه اللي بيحصل؟ بتزيد التصادمات بين الالكترونات بتاعة التيار وبين الذرات بتاعة المقاوم. فلما بيحصل تصادمات كتير ايه اللي بينتج عن كده؟ بتزيد حركة الذرات اللي موجودة في المقاوم وبترتفع درجة حرارة المقاوم. فعشان كده بفقد جزء من الطاقة الكهربية في صورة طاقة حرارية، ساعات بيبقى مرغوب فيها وساعات غير مرغوب فيها. يعني ايه؟ يعني في اجهزة اصلا هي الغرض منها ان انا احول الطاقة الكهربية لطاقة حرارية، زي ايه؟ زي البويلر او الكاتل او السخان. كل الحاجات ديت انا بستخدم الطاقة الكهربية وبتخش في الجهاز ده بتحول لطاقة حرارية. فافهم من كده الاجهزة دي مصنوعة من ايه؟ الاجهزة ديت بتعمل كمقاومات. يعني الأجهزة دي بتكون مصنعة من سلوك أو مواد مقاومتها عالية، بحيث إن الكهرباء لما تخش فيها تلاقي مقاومة عالية جدا، فتبدأ تفقد الطاقة الكهربية وتتحول لطاقة حرارية، وبعد كده درجة حرارتها تعلى، فلما تحط مية أو لما تحط أي حاجة تبدأ تنتقل ليها الطاقة الحرارية ديت وتسخن. فبنقول لما بتتحرك شحنة خلال مقاومة ايه اللي بيحصل؟ بينخفض جهدها. واحنا قلنا ان الطاقة بتاعت الشحنات اللي ماشية في الدايرة بتساوي كيو في دلتا في، فلما ينخفض جهدها هتقل طاقتها لان الشحنات هي هي. طيب وقدرة اي جهاز هي معدل تحويله للطاقة. يعني الجهاز اللي قدرته 1000 واط بيقدر يسحب لي 1000 جول في الثانية، الجهاز اللي قدرته 2000 واط بيقدر يسحب لي 2000 جول في الثانية. يعني ده معدل تخفيض الجهاز للطاقة الكهربية. يعني الجهاز اللي قدرته كبيرة بيقدر يسحب أو يحول كمية كبيرة من الطاقة في الثانية، فبيقدر يحول لي 1000 جول من الطاقة الكهربية ل1000 جول من الطاقة المفيدة اللي أنا عايزها. عشان كده بنقول يتناسب المعدل اللي بتتحول بيه الطاقة في مقاوم معين مع مربع شدة التيار المر عبره والمقاومة. جبناها منين الكلمة دي؟ مش احنا عارفين ان القدرة بتساوي معدل تحول او انتقال الطاقة الاي على التي؟ طيب واحنا عارفين ان القدرة اثبتنا ان هي بتساوي اي في دلتا في. طيب شيل الاي دي وحط ما تساوي من قانون المقاومة. الاي بتساوي ايه؟ دلتا في على ار. شيل الاي دي وحط دلتا في على ار، فدلتا في في دلتا في بدلتا في تربيع على ار. طيب ممكن نشتق قانون تاني بالاي والار،
هشيل الدلتا في واحط ما تساويه من قانون الاي في ار، فاي في اي بتساوي اي تربيع ار. طيب احنا بقى بنتكلم على الطاقة اللي سواء بفقدها او سواء بتدهاني الاجهزة الكهربية اللي انا بستفيد منها. فالطاقة هتساوي ايه؟ الطاقة هتساوي قدرة الجهاز في الزمن اللي انا بشغله. قدرته يعني ايه؟ هو بيقدر يسحب طاقة قد ايه او يحول طاقة قد ايه لطاقة مفيدة، والزمن اللي هو انا بشغل الجهاز ده في مدة قد ايه. فبيديني الطاقة الحرارية، لو الطاقة الحرارية دي غير مرغوب فيها فبنسميها الطاقة الحرارية الناتجة عن المقاومة، فبتساوي يا اما بي في تي يا اما دلتا في تربيع على ار في تي يا اما اي تربيع في ار في تي. طيب فدلوقتي احنا لو شركة كهرباء بنولد الكهرباء وبنصرف عليها تكلفة عالية جدا، سواء بقى بالرياح او بسواء الطرق المختلفة عشان نولد الكهرباء، وعايزين ننقل الكهرباء دي للبيوت، فعايز كمية الكهرباء اللي تطلع لي من هنا، كمية الطاقة الكهربية اللي تطلع من هنا اقدر اوزعها كلها على البيوت واقلل اكبر قدر ممكن من فقد الطاقة. طب احنا قلنا اي سلك بيبقى ليه مقاومة، وبالتالي كده كده هتلاقي ان السلوك اللي انا بمدها من شركة الكهرباء البيوت هلاقيها بتسخن نتيجة للمقاومة بتاعتها. طب ازاي اقدر احل المشكلة دي؟ يعني السلوك دي ليها مقاومة وبالتالي بفقد جزء من الطاقة الكهربية في صورة طاقة حرارية في سخونة السلوك دي، وبالتالي بدل ما كنت اوزع الطاقة دي على 4 بيوت هفقد جزء من الطاقة وهوزعها بس على 3 بيوت، ودي خسارة ليا. طيب فاحل المشكلة دي ازاي؟ فبنقول هي دي المشكلة اللي بتواجه مهندسين الكهرباء، اللي هي فقد الكهرباء في صورة طاقة حرارية غير مرغوب فيها، واللي بيسموها عندهم فاقد الحرارة الجولي او الاي تربيع ار. مشكلة فقد الطاقة في صورة طاقة حرارية بنسميها فاقد اي تربيع ار. طيب ففكروا ازاي نقدر نقلل الفقد في الطاقة دوت، فقالوا عندنا حلين، يا اما نقلل مقاومة السلوك. فالعلم دلوقتي توصل لسلوك او موصلات اسمها فائقة التوصيل، نتوقع ان هي مقاومتها عالية ولا قليلة؟ اكيد قليلة جدا، مادة تصل مقاومتها للصفر، يمكنها توصيل الكهرباء بدون تحويلات الى طاقة حرارية. ولكن مشكلتها ايه؟ طب ما نستخدمها كلنا. مشكلتها ان بيبقى ليها ظروف خاصة في التخزين عشان تفضل محافظة على الخاصية بتاعتها بتاعت التوصيل الفائق، فلازم بنحتفظ فيها بيها في درجات حرارة أقل من 100 كلفن. وبتستخدم في إيه؟ بتستخدم في المستشفيات أو في أجهزة الرنين المغناطيسي في مغناطيسيات التصوير. فقالوا أول فكرة إن احنا هنستخدم موصلات فائقة التوصيل، ومش بس كده، احنا عرفنا إن الآر بتتناسب عكسيا مع مساحة المقطع، يعني هنستخدم سلوك فائقة التوصيل وسلوك تخينة جدا او المساحة بتاعتها كبيرة جدا عشان كمان اقلل المقاومة فاقلل الطاقة الحرارية اللي افقدها فيها. ولكن لقينا ان الحل ده هيكون باهظ الثمن، والسلوك دي هتبقى تقيلة لان انت هنستخدم كابلات تتميز بالتوصيل العالي وكمان نص قطرها كبير، فهتبقى تقيلة في التطبيق بتاعها وكمان مكلفة جدا. طيب فشوفنا المعادلة اللي بتعتمد عليها الطاقة الحرارية اللي بنفقدها، فلقينا ان انا لو قللت شدة التيار اللي ماشي في الموصلات هقلل الطاقة الحرارية المفقودة فيها، وكمان لقيت ان هي بتتناسب مع مربع شدة التيار. يعني ايه؟ يعني لو انا قلتلك ان شدة التيار زادت للضعف فالطاقة الحرارية هتزيد بمقدار 2 أس 2، يعني هتزيد 4 أضعاف. طب تخيل لو قلتلك قللت شدة التيار للنص،
فالطاقة الحرارية هتقل للربع. فالمهندسين قالوا ازاي احنا ما فكرناش في الحاجة دي، ده التأثير بتاع شدة التيار لو انا عملت تأثير صغير الطاقة الحرارية التأثير فيها هيبقى اكبر، مربع التغير. فبنقول بما ان تحويل الطاقة الحرارية تناسب مع مربع شدة التيار فمن الاهم اقلل التيار في خطوط النقل. ازاي؟ تعالوا نفهم. انا لو عندي سلك كده موصل، فالسلك ده بيبقى ليه قدرة معينة على نقل الطاقة. يعني ايه؟ قلنا القدرة هي عبارة عن اي في دلتا في. يعني تخيل مثلا لو قلت لك ان في عربية القدرة بتاعتها ان هي تشيل 100 كيلو بس، فهتقول لي يا اما اركب 4 اشخاص كل واحد 25 كيلو، يا اما اركب شخصين كل واحد 50 كيلو، يا اما اركب شخص واحد 100 كيلو. طيب فاحنا بنقول ان قدرة السلك ده بتساوي شدة التيار اللي ماشي فيه في فرق الجهد اللي شايلاه كل شحنة. يعني ايه؟ يعني لو انا قلت ان القدرة بتاعت السلك ده ان هو ينقل لي 100 واط. يعني ايه 100 واط؟ يعني لو هو 20 مثلا امبير او كولوم في الثانية، وكل شحنة شايلة طاقة مقدارها 5 فولت، او شيء او عليها طاقة او فرق جهد 5 فولت، فالاي اللي هي 20 امبير او كولوم في الثانية، فخمسة بيساوي 100 واط. طيب فانا دلوقتي بنقول لو انا قللت شدة التيار، يعني لو قللت عدد الالكترونات او الشحنات المتدفقة في الثانية الواحدة، ده هيقلل لي الطاقة الحرارية اللي بفقدها في الموصل. فهعمل ايه؟ القدرة بتاعت الموصل ده ثابتة، فازاي هقدر اقلل شدة التيار؟ بالظبط، عن طريق ان انا ازود فرق الجهد. يعني هخلي 10 شحنات بس يعدولي، والشحنة الواحدة شايلة فرق جهد مقداره 10 فولت، او اخلي شحنة واحدة بس بتعدي في الثانية ولكن شايلة فرق جهد كبير 100 فولت. فلما بقلل عدد الشحنات بقلل الطاقة الحرارية المفقودة في صورة سخونة الاسلاك دي. زي ايه مثلا؟ عايزك تتخيلها ان لو في ناس انت دخلت عليهم بجيش كبير فهيقاوموك قوي، فهيبقى في خسائر كتير، لكن لو انت رحت لوحدك ممكن تمشي من وسطهم عادي ومش هتحس بمقاومة. فنفس الفكرة في السلوك دي، لو شدة التيار كبيرة وبالتالي هيحصل مقاومة كبيرة، وبالتالي هيحصل فقد في الطاقة في صورة طاقة حرارية. ولكن كل ما بتقلل شدة التيار بتقلل هدر الطاقة. فبنقول عن طريق تثبيت القدرة وزيادة الجهد بقلل التيار، وبالتالي بيقل هدر الاي 2 تربيع اي اس 2 تربيع بالابقاء على الاي تربيع منخفضة. طيب فده اللي بتعمله بالظبط شركات الكهرباء. بتعمل ايه؟ بتحاول الطاقة اللي طالعة منها او الكهرباء اللي طالعة منها يكون ليها فرق جهد عالي جدا، عشان شدة التيار اللي ماشية في السلوك تكون قليلة جدا، وبالتالي اقل الفقد في الحرارة. فبنقول خطوط المسافات البعيدة بيصل الفولتية فيها 500 ألف فولت. بعد كده لما توصل للمحطات الفرعية اللي هتبدأ توزع البيوت، البيوت محتاجة شدة تيار عالية عشان الأجهزة، البيوت بقى والمصانع أو كده. قلنا الأجهزة بتحتاج شدة تيار، لو حاجة عايزة سرعة كبيرة فعايزة شدة تيار كبيرة. طيب فأنا هبدأ تدريجي، عايز أعلي شدة التيار، فهعمل إيه؟ هبدأ أقلل فرق الجهد. فبنقول عند محطات الكهرباء بيوصل فرق الجهد ل 2400، وبعد كده بتقل في لغاية البيوت. ده الستاندرد العالمي، إن الكهرباء اللي جاي لنا في البيت بتبقى فرق الجهد بتاعها 240 أو 120 فولت قبل ما تخش البيت عندنا. اخر حاجة عايزين نعرف ازاي شركات الكهرباء بتحاسبنا على استهلاكنا الشهري. فبنقول مثلا لو انت
عايز تسخن سندوتش في الميكرويف، ايه اللي هيحصل؟ الميكرويف ده بيسحب، وليكن هو القدرة بتاعته 1000 واط. يعني ايه؟ يعني بيسحب لي 1000 جول في الثانية. طيب، وانا عشان اسخن السندوتش ده شغلت الميكرويف لمدة 60 ثانية. فافهم من كده ان انا استهلكت طاقة مقدارها 60000 جول. ما هو الوات ده جول على الثانية، وانا 60 ثانية، يبقى انا استهلكت 60000 جول من شركة الكهرباء. طيب، فهو ده نفس الطريقة. انت بقى استهلاكك في الشهر كله تشوف التلاجة استهلاكها كام، بتاخد كام وات في الثانية، واشتغلت كام ثانية، وبتحسب الطاقة اللي هي اخدتها. فتخيل عشان سندوتش واحد اخدت 60000 جول. طيب، امال في الشهر كله او في اجهزة كتير هيطلع لك رقم كبير جدا. وبالتالي الطاقة بتتقاس بالجول او بنسميها وات في الثانية. فشركات الكهرباء قالت ده كده هيبقى فيه ارقام كبيرة قوي، احنا هنحاسبك على وحدات اكبر من كده. قول لي انت بتستهلك كام كيلو وات، ولمدة كام ساعة في الشهر. فشركات الكهرباء بتحاسبنا بالكيلو وات اور، وبتقولك انا هحاسبك على سعر الكيلو وات اور الواحد بسعر معين، وهي دي الفاتورة بتاعتك اللي بتجيلك في اخر الشهر. فالكيلو وات اور دوت عبارة عن كام وات ثانية، الكيلو وات عبارة عن 1000 وات، والساعة فيها 3600 ثانية، وبالتالي الكيلو وات اور بيكافئ 3.6 × 10^6 وات في ثانية. طيب، في أي مسألة بتاعة التكلفة أو الفاتورة بنحلها إزاي؟ بتجيب القدرة بتاعة الجهاز، ممكن يقوم قايل لك جهاز قدرته كذا على طول، يا إما يقول لك بيمر فيه شدة تيار كذا وبيشتغل على فرق جهد كذا. ولكن خلي بالك، التركية الوحيدة في المسائل دي إن الأي في الدلتا في دي بتطلع لك القدرة بالوات، فلازم تقوم قاسمها على 1000، عشان احنا بنعوض في القانون ده بالكيلو وات. وبيقول لك اشتغل لمدة قد ايه، لازم تجيب الزمن بالساعة. فانت كده جبت الكيلو وات اور او استهلاكك بالكيلو وات اور، فبتضربه في سعر الكيلو وات ساعة اللي حطاه الشركة، وديت بتبقى تكلفة الفاتورة بتاعتك. أتمنى يكون المنهج كله بسيط، ولو عندكم أي استفسار ابعتولنا على طول، وربنا يكتب التوفيق للجميع.